خلينا ناخد الفنانة وفاء عامر. يا مدام وفاء، أهلا بيكي. أهلا بيكي، اتفضلي اتفضلي يا من مدام. غير زعيق لحسن، انا ابني كره التاريخ بالكامل ومش عايز يدرس كتاب تاريخ. خلاص انا ابني قال ينفع يا مامي ما ذاكرش تاريخ من كتر الزعيق. زعيق يعني من الباب السبعة احبط من كتاب التاريخ خلاص. ابني كره كتاب التاريخ. دلوقتي كان بيتفرج معايا على الحلقة، احنا صيف وسهرانين، قال لي مش عايز تاريخ. خلاص طب هنعمل ايه؟ انا دلوقتي اعمل ايه في ابني؟ النهارده كنت طبخه عدس مثلا، اعمل ايه؟ اقول لكم شوربه العدس بتتعمل ازاي؟ تعبنا تعبنا فعلا، تعبنا بجد. تزويل من غير هزار، النبي ما حد يزعق، بس اصل انا بلاقي كمان حتى وجهه النظر ووجهه النظر الاخرى بيقابلها زعيق، لدرجه بقول لك ابني قام قال لي كرهت التاريخ يا مامي، مش عايز ادرس تاريخ. ايه الحل؟ ايه الحل دلوقتي؟ احنا عايزين حل. عندك انا حق تعبت ان الكلام ده ممكن يصيب النشء طبعا والاجيال طبعا. بالاحباط. التاريخ ده اعظم حاجه في الدنيا، هو التاريخ ده هو تاريخنا ايه؟ الحقيقه، التاريخ ده هو اللي احنا درسناه في المدرسه، هو معنى ان نابليون غزا مصر ان احنا نشيل اسمه من التاريخ؟ هو معنى ان فريزر حب يعمل عدوان تاني او كانت في حمله فريزر على مصر ان احنا نقول ان فريزر ده قاتل؟ ده لحد دلوقتي اليهود وفي اسرائيل بيدرسوا القاتل المدمر الالماني الكبير هتلر، ويقول لك ده مش عارف ده عمل ايه وقتل مين ومذبحه اليهود وبتاع. انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ مبارك ايه اللي هتشيلوه؟ مبارك ايه اللي يبقى 30 سنه وفي مختلفين على ان اسمه يتحط واسمه يتشال؟ مبارك حكم 30 سنه، له ما له وعليه ما عليه. اطفالنا لازم هم اللي يقرروا، مش احنا اللي نقعد نقول لا الناس لازم يطلع يقول لي سرطان. انا عجبني واحد كان بيتكلم قال لك الدكتور دويل اعظم حد في مصر، لما مات بمرض السرطان، محدش جابهوله على فكره، اوباما ما جابهولوش. صحيح في ناس تعبانه ربنا يشفيه، صحيح في ناس مش لاقيه دواء، يا رب ان شاء الله ربنا يكرم مصر ان شاء الله والناس دي تلاقي ادويه، لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام فعلا مستفز، كلام فعلا انا نفسي يعني اهجر انا كمان اعمالي لو اتعرض عليا عمل تاريخ ما وافقش اعمله بمجرد ان في اسمه مبارك. الناس هتثور عليا، ده حفيظه للناس بنستفزها بشكل فعلا اوفر كتير كده كده كتير بجد. وانا اسفه جدا عندك للفنان، حق اكيد مش الفنانة جايب كتاب التاريخ، وفاء عامر، اكيد بس عيالك مش عارفه فعلا احنا لازم وعمامك نقول مش جايبه. لابنك ولكل الاجيال ان التاريخ لا يكتب ابدا بروح الخلافات السياسية بيتكلموا يعني، عن ولكن الحريه يا استاذ وائل، بيتكلموا عن الحريه، ما تخلوا اطفالنا يبقوا احرار في انهم يختاروا في انهم يكتشفوا في انهم. الملك فاروق بعد ما مات في ناس طالعه النهارده بتقول لك يا ريتنا كنا ملكيه، يا ريتنا فقراء، بيقول لك يا ريتنا كنا ملكيه، الدولار كان بكام ودلوقتي بقى بكام، الذهب كان بكام ودلوقتي بقى بكام، مش عارف ايه كان بكام ودلوقتي بقى بكام. مقارنات غريبه والناس ابتدت تتعب، ان هتحصل انتحارات والمصحف بسبب اللي بيحصل ده، كده حرام حرام بجد. يعني انا افضل ان الساده الحضور ربنا يكرمهم، فيهم ناس وطنيه لا اشكك فيهم ولا نزايد على وطنيتهم فعلا، ينزل الشارع نشوف الغلبان الفقير ده ايه اللي يريحه، ان نعمل لهم ايه؟ مش نقعد نخليهم الصبح يبقى عندهم فوران وعايزين لما يشوفوا حد راكب عربيه يبقوا عايزين يكسروها، بجد كده كتير كده احتقان كتير. مجتمعي. وانا اسف، انا بعتذر. فنانة خليك وفاء شربة العدس، عامر، تصبحوا على خير. أنا عاوز بس فنانة وفاء عامر، ألف شكر. هلا